نور جسمك حبيبتي المكتوب هشاعر ساكني بوجدان نار اسمك مشعر يكتب عقيدة ويشعر بشعر يا ندم. أعزائي المشاهدين مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصائد حسيني. تجري دمعاتي الحناجر يا حسيني نذكر اسمك حبيبتي المكتوب هشاعر ساكني بوجدان اسمك. مشاهدينا الكرام كما عودناكم في كل حلقة من حلقات هذا البرنامج أن نستضيف شاعر من شعراء القصيدة الحسينية. ها نحن اليوم جئنا إلى محافظة قطر ونلتقي بالشاعر العراقي علي الطحا. أهلا وسهلا بالأستاذ علي. أهلا وسهلا بك أستاذ أبو سعد، حياك الله وألف هلا بك. طبعا نتمنى لكم التوفيق في طريقكم، هذا الطريق الجميل طريق القصيدة الحسينية. جئنا لك هذا اليوم لنستمع ويشاهد المشاهد الكريم ما كتب علي الطحان في طريق كتابة القصيدة الحسينية. يكتب علي الطحان في جميع ألوان الشعر، ولكن هذا اليوم مسلط الضوء على كتابات علي الطحان في مجال القصيدة الحسينية. طبعا في البداية أحب أن أرحب. ماذا تعني لك القصيدة الحسينية؟ وإذا طبعاً أردت أن تحيي المشاهد الكريم فلك. طبعاً في البداية بعد ما أحيي بيك وبكادر قناة الإمام الحسين الفضائية وبرامجها قصائد حسينية، البرامج شيق والمبتع، أحب أن أتوجه ببطاقة حب وامتنان إلى كل العراقيين وأدعو من الله أن يمن عليهم بالسلام والحب والطمأنينة. طبعاً الحسين يعني لي رسالة محمد المختصرة، الحسين مفهوم متطور والحسين رمز للإنسانية جمعاء. يعني الحسين لا نعتبره ونجعله في خانة ضيقة ونجعله للشيعة فقط، الحسين للعالم جميعا. أبو الأحرى تعلمت نعم. من الحسين الكثير وكتبت للحسين الكثير وسوف أبدأ بقصيدة إلى الحسين. فلك هذا وليستمع ويشاهد المشاهد الكريم. أقول يا حسين بيوم فارقت الحياة، يا حسين بيوم فارقت الحياة وغازلية الموت وبعينك حلة، سال دمك سيدي وخضر ضريح وشفت راسك تاج عالروس احتل. يا حسين بيوم فارقت الحياة وغازلية الموت وبعينك حلة، سال دمك سيدي وخضر ضريح وشفت راسك تاج عالروس احتل. بطيحتك وكفت مناير للسماء ودير ربك نور عقول الملة، ومن مشيت الربك بدمك خضيب وجرحك وسامع لصدرك حاملة، الله باهب جيتك أملاك السماء وعلى العرش مولاي مجدك سجل. بمسرح الطف مسرح الدور الخلود وعجزت كل دور غيرك مثله، دور بيه الذابح يذبح الذبيح ومشهد المقتول يقتل كاتله. يا العجيبة شلون برض الطف ضميت اصطفت أملاك السما لجسمك تنوح ونزلت تريد بجنح الظللة، وشات لشخصك رسول الله الأمين من حنو كل جرح بيك يقبله، فوق نحرك كبر وصلى الإله وختم قرآن الغرام ونزله، ومن رفعت الراس بالطف على الرماح ثغرك اللي ينزف مواعظ رتله، فضلك ربك على الدنيا وخذاك وصرت عينه ويمنته وروحه وهله، وصار بترابك يطيب كل عليل وتحت قبتك يستجيب السائل، فضلك ربك على الدنيا وخذاك وصرت عينه ويمنته وروحه وهله، وصار بترابك يطيب كل عليل وتحت قبتك يستجيب السائل، والله حسن ينفتح باب السماء لو ردت بيك الإله توسله، أمس لامون على حبك يا حسين وقلت حبك بالذهب ما بدله، شلون أعوفك وأنا بعتابك ربيت
وقلبي من زغرب ضريحك شاتله. شلون اعوفك وانا بعتابك ربيت، وقلبي من زغرب ضريحك شاتله. قلبي شاعر ذايب بقصة هواك، وغير محبوبة اللي يحب مثلك شله. فجرونا وكان كل ظنهم نتوب، وما ركعنا سحوف جينا الكربله. لسان لشفاف الجرح يهتف حسين، تلهج بحبك دمانا السايله. قلوبنا بدربك مشت قبل الجدام، وللولاء اعلام كانت شايله. وجينا وعلى تسادنا ثياب السواد، وعيننا بكحل الدموع مكحله. نريد مثلك نصبح احرار ونعيش، بموتنا وطفك نعيده منوله، بموتنا وطفك نعيده منوله. تجري دمعة في الحناجر يا حسيني، ما اذكر اسمك هذه كلمه خطها شاعر ساكني بوجدان رسمك. موتنا وطفك نعيده من اوله، موتنا وطفك نعيده من اوله. السلام عليك يا ابا عبد الله. السلام عليك يا ابا الاحرار. وكما ذكرت في مقدمه حديثك بانه الحسين لكل احرار العالم. صحيح. استعد علي. فاطمة الزهراء عليها السلام، سلام الله عز وجل، على الطعان أراد أن يكتب قصيدة للزهراء. نعم. ماذا يرى أمامه؟ يعني الزهراء هي روح محمد التي بين جنبيه، ومحمد يقول أن فاطمة بضعة مني. نعم. آذاها من آذاني وأسرها من أسرني. فالزهراء أيضا لها من الفخر ما عجزت يعني عنه نساء العالمين. الزهراء أيضا لها حصة في كتاباتي ومساحة واسعة، وكتبت لها معظم القصائد. سوف أقرأ لكم قصيدة من القصائد التي كتبت في حب الزهراء. إذن أتركك مع المشاهد الكريم وأقول لك يا زهراء. أنت شجرة وجرح بصدرك مسيح، انت شجرة وجرحل بصدرك مسيح، وصوتك اذان وترف روحك ضريح. انت شجرة وجرحل بصدرك مسيح، وصوتك اذان وترف روحك ضريح. يل رسمت بدمعة عيونك نهر، وعلى النهر حلمك ذبيح. أنا جاي وكل مسامة بروحي وبجسمي ثغر باسمك يصيح. باسمك يصلي الورد ويسبح بدمع السحاب، وباسمك يموت الحقد وتغرد شفاف الكتاب. يلي تحت جدامك أغلى من الذهب سعر التراب. باسمك يصلي الورد ويسبح بدمع السحاب، وباسمك يموت الحقد وتغرد شفاف الكتاب. يلي تحت جدامك أغلى من الذهب سعر التراب. لا تلوميني على ذكر مصابك وسيل الدمع، الليل من يلبس سواد يقابله ويبكي الشمع، والصبح من يحزن يبكي الهوى. لا تلوميني على ذكر مصابك وسيل الدمع، الليل من يلبس سواد يقابله ويبكي الشمع، والصبح من يحزن يبكي الهوى. وانت نجمة ليلنا من تنجرح تنزف ضوء، انت نجمة ليلنا من تنجرح تنزف ضوء. انتم اسرار الاله، وكان حتى الفلك حتى الفلك يندار بأمركم. يا من عيون الشجر والحجر وعيون النوار سناحت لكم. أنا شفت الدمعة تفتح جنة الفردوس، والطف سقر لو طاحت لكم. وعشقتكم وعشقتكم وعشقتكم، وصرت أكحل جرح دلالي بدمعتي، وانتش شماري حلم كابر تهب.
يا حلات الجنة من ندخل هوانا لكم محب، ويا حلات النار لو صارت محبتكم ذنب، ويا حلات النار من تصبح محبتكم ذنب. وفقك الله في هذا الطريق الجميل، طريق الحسين عليه السلام. الله يوفقك. ونحن معك في هذه الحلقة من هذا البرنامج قصائد حسينية. نعم. كل ما تقرأ وكل ما يقرأ أخوانك الشعراء، نعم، عذوبة القصيدة الحسينية تدفعنا أن نستمع ويشاهد المشاهد الكريم لأكثر من قصيدة. إذن على الطعام، قرأ للإمام الحسين عليه السلام، وقرأ للزهراء عليه السلام. كل الكتابات عندما تقرأ للزهراء للإمام الحسين فهو هي القصيدة تكتب لأهل البيت عليهم السلام. طبعا قلت لك قبل هذه القصيدة، نعم، يا زهراء سلام، قرأت للزهراء، نعم، آه يا زينب سلام الله على زينب. طبعا أجبني شعرا أنت والمشاهد، وماذا يقول علي إلى زينب الحوراء عليه السلام؟ عندما سارت قوافل سفينة النجاة وشح الفرات وصلت النوارس صلاة الرحيل، رسم جف القدر لوحة بدمعة أطفال الحسين على الفرات، لون هب لون الطفوف بها صار حسين محراب السيوف، وبيها الأجساد اللي تعرت ثوب للدم لبست بقاع الطفوف، لوحة بيها القاع مفروشة جثث والدم يسيل، القمر مصروع بخيانة رمح ليل، والجوامع كشرت وحلوق صارت تاكل بزند العليل، لوحة بيها الدمع نار وجفن كل فاق تشليل، وبيها زينب بحرت بهمها بشراع الليل قصدت للكفيل، يحاوطنها سيوف كلمات الشمات الحزن بنحر الدليل، تقوتها الحسرة ويدليها الحنين، القلب ما يخمد لهيبة، الحال حرمة وفاز ذبليل وغريبة، تشتكي هموم المصيبة ويا القمر تقل جيتك حزن واحة ومدمع أطفالك نهر، وشمع روحي وحسرة غيابك جمر، وانت تدري انت تدري اش يحصل بحال الخدر من تصل النار للشيطان غفلة وتسجد بحضن الخيم، وتصبح الدمعة منارة وتعتل بعين الحرم، وينذبح حلم العطاش المات روى وشاف هجرانك سهم، وتمطر غيوم المصيبة بكل دليل انصاب هم، انت تدري اش يحصل بحال الحرم هنا يا بعد اختك، يا من بالشدة قبل اختك تطيح عصرة جفوف العطش جبد اليتامى وذابت عيون الرضيع، والاطفال التنحب وتشرب دمعها وروت جنها مذبحة بحضن الربيع، ليل غربة وخوف والاكثر بعد اطفال تمشي خلافك بيوم المهد، ولليتامى الدافع الحرمة الغريبة براس ابنها وبيد مبتور على عدوانك تهد، نايب بعد اختك يمن بالشدة قبل اختك تطيح ريح الموادع طفت لسنين شمعة، وذبحة احلامي السكاكين العمت بيد المصاب، هنا نشرع للحزن وسط الدليل الضامي باب، هنا مزروع بشفايف كل طفل للحسرة ناب، وبينضفتين الجروح بالدليل مخضر لسان العتاب، وقيد بشفاف القمر والحق ذبيح، وكلمة الحق تأثر بصبخة شفايف كل طفل عطشان من يحلم يصيح، والسياط التعبت بشف خصمك على وسادة متون الفواطم تستريح،
والأذان خلاف شخصك صوت يتشلب المنارة يقوم بس يهوى ويطيح وعين نهر العلقمي وعين الشريعة اكتحلت بدم الرجال بعدك وخيل الرعب والخوف والهم طافت بوسط الخيال قوم خوي افزع ترى عيالك سبوها وسفك دمكم صار للما عرفه والله ولبسوا وجوه البشر بعدك حلال ولبسوا وجوه البشر بعدك حلال تجري دمعة في الحناجر يا حسيني ما اذكر اسمك هذه المكروه شاعر ساكني بوجدان رسمك علي الطعان عندما تكتب القصيدة الحسينية ماذا تشعر؟ يعني أستاذ أبو سعد القصيدة الحسينية أنا أعتبرها كل قصيدة هادفة هي حسينية وكل قصيدة تنسجم مع الإنسانية وتنسجم مع الحب كل قصيدة تعالج لها موقف أعتبرها تنتمي للحسين من القصائد التي كتبتها أعتبرها الحسين للحسين عفوا مو شرط يعني أن تتناول اسم الحسين لكنها قصائد هادفة وتعالج موضوعا ما أعتبرها هذه القصيدة حسينية هناك طبعا هذا الطريق الجميل طريق خدمة أبا عبد الله الحسين هناك مثلا المحاضرين الذين يقرؤون للحسين هناك عبرة صحيح. في المجالس الحسينية وهناك عبرة العبرة صحيح. لابد أن يدخل في تفاصيلها الشاعر الذي يكتب الشعر يتناول الحسين في كافة المجالات فهو الوطن وهو أبو الأحرار وهو الشهادة بمعناها وهو كل شيء نعم هو كل شاعر ماذا كتب يعني في هذا الطريق كتب في طريق أهل البيت عليهم السلام وعلي الطعان يكتب قد يكون يكتب للوطن قد يكون يكتب للأم قد يكون يكتب في طريق الأحرار صحيح مثل ما قلت لك أستاذ أبو سعد يعني الإمام لما خرج إلى كربلاء قال لن أخرج أشرا ولا بطرا ولكن خرجت مصلحا خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي فكل قصيدة تعالج موقف أو تصلح موقف هي قصيدة حسينية ومن القصائد الحسينية التي تعالج بعض المواقف مع المشاهد الكريم ونستمع إلى القصيدة ونحن على وشك نهاية هذا البرنامج الطيور اللي يحترق عشها بشرف تحصد جناحها وتبني لورادة بلاد الطيور اللي يحترق عشها بشرف تحصد جناحها وتبني لورادة بلاد والسنابل من تشوف الذل غطاها بعسها تبقى وتنحن تشف الحصاد والشموع اللي تحترق تحيا وفقدها يلبس الدنيا السواد واللي يطيح وراسه عالي وجرح محراب السيوف يصير قبل المهجة أحرار العباد أمس شفنا الوردة طاحت والورد يغسل وجنته لطولها بدمع الندواق في حداد ما يموت لصار طير وغرد ببستان هن المحترق وعاش كل من شابق ذراع الصليب ورسم بالدم لوحة الحب والعشق هلال للعز كل جرح يكتب بلوح الخلود بدمه كلمة السكتة على الذل حرام وجربة الدم جربة الدم طاهرة لتغسل العار وتشك ثوب الظلام مرورة العزة لذيذة وعزة الذل رخص الما يغرد يعتلي ويبقى ذليل وشامخ الطير اللي يغرد بالقفص غرد بقاع العراق وذوب شمعة وصل بجروح الوفا يقطع النفس ووقف الكل شفس البوها ابتسامتها حرس دمعة الجايع رتشيتة تطيح من يذقل بتيها وكلمة العاذر رخيصة هواي وادم تشتريها وانا حبولايت وقلبه عليها
أنا أحب ولايته وقلبه عليه، أنا قلبي الكل قلب جايع وطن، وجت فيه الكل طير ما ساوم على تراب غصن، ولايته عيون الفقير اللي علمتني بليل هدروس الحزن، ما بعد سر ناسنا الفقرة وبقيت أسعى على موتي، صحت من قيده وصوتي بوجه عباد المناصب، ونت الفقرة أذان والصلاة للفقرة واجب، ونت الفقرة أذان والصلاة للفقرة واجب، وكتبت من صلبه على شفافك الماتي بحبر دمي رسالة، الرسالة بالعراق الجوع إمام وكعبة الفقرة الزبالة، بالعراق الجوع إمام وكعبة الفقرة الزبالة، بيها حفاي الوطن طافت عرات ورددت لبيك ربي نعوذ بيك من الطغاة، صار لون وجوهها بلون الشموس وصبح عتها الموت أحلى من الحياة، وصار عتها الموت أحلى من الحياة، تجري دمعاتي الحناجر يا حسيني ما أذكر اسمك، هذه المخطها شاعر ساكني بوجدان رسمك. من يوم الولادة وشفنا أول نور، من صرخة الطفولة وبعد بسم الله غذونا أهلنا بعشق أهل البيت، مثل در الحليب اللي رضعناه إذن يغسل يغير حاسب قلوب، وراد نحيد عن درب المشيناه، ونشيدي من الطفولة الآخر أنفاس، أبد والله ما ننسى حسيناه، أبد والله ما ننسى حسيناه. إذن أحبة المشاهدين، وفي نهاية هذه الحلقة وهذا اللقاء الجميل مع الشاعر علي الطعان، لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الجزيل للشاعر علي الطعان. شكرا جزيلا وفقك الله. شكرا على الدعوة القيمة هاي، إن شاء الله من إبداع إلى إبداع ومن تواصل إلى تواصل. وفقك الله. وأنتم أحبة المشاهدين شكرا لكم، وإلى حلقة جديدة وشاعر جديد وقصائد حسينية، في أمان الله. شاعر ساكني بوجدان رسمك، مو شعر يكتب عقيدة ويشعر بشريان ندمك.